قبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم. رمضان 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 الخير يا رمضان، فيض من العلم والإيمان صيبه، فيض من العلم والإيمان صيبه. عم الوجود عم الوجود عم الوجود وساق الخير للنسم، عم الوجود وساق الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيام قلائل ويدخل علينا شهر رمضان الكريم المبارك الذي فرض الله تعالى علينا صيامه وسن لنا قيامه، وجعله الله سبحانه وتعالى موسما لمغفرة الذنوب ومضاعفة الأجور. فشهر رمضان الكريم فيه ثلاثة أسباب، كل واحد منها كفيل بمغفرة جميع ما تقدم من الذنوب، جمعها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم المبارك. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني جميع ما تقدم من الذنوب جعل الله سبحانه وتعالى مغفرته في الصيام، وجعل مغفرته في القيام، وجعل مغفرته في قيام ليلة القدر خاصة. فهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى، وجعل الله عز وجل هذا الشهر موسما لمضاعفة الأجور وللعتق من النار. فجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى أو قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يعني هذا الحديث الشريف الجليل جمع عددا من فضائل صوم رمضان، جمع عددا من فضائل صوم رمضان وفضائل الصوم عموما. فكل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، يعني مضاعفة الصوم أكثر من 700 ضعف، وجعل الله سبحانه وتعالى يعني مضاعفته، أخفى الله سبحانه وتعالى مقدارها وفوض تقديرها إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهو الغني الكريم. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، يعني لو أن يعني ملكا غنيا كريما ومعروف بجوده وعطائه وصدقه، وطلب منك أن تعمل عملا وتكفل لك بجائزة عليه، يعني هو يقدرها لك بما يوافق يعني كرمه وجوده، فإن الإنسان يكون مطمئنا لكون العطاء أكثر مما يتوقع.
فما بالك بتكفل رب العالمين سبحانه وتعالى بجزاء الصوم مع إخباره أنه يعني أكثر من 700 ضعف. والصوم جنة يعني حصن ووقاية للمؤمن، الصوم جنة يعني حصن ووقاية، جعله الله سبحانه وتعالى حصنا ووقاية للمؤمن من الشرور والآثام ويعني والذنب، فجعل الله تعالى الصوم حصنا ووقاية. ثم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يعني أدب من آداب الصيام وهو الحلم، وهو الحلم، وأن الإنسان إذا كان في يوم صومه فعليه ألا يرفث ولا يجهل ولا يصخب. والرفث يأتي بمعنى الكلمة الكلام الفاحش الذي يستحيى منه عموما، وكذلك يأتي الرفث بمعنى يعني معاشرة النساء ومقدمات ذلك. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، يعني الصخب هو الصياح ورفع الصوت، وفي بعض الروايات ولا يجهل، والجهل هو الغضب المنافي للحلم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، تذكيرا لنفسه ولخصمه بأن الصوم ينبغي فيه الحلم والصبر. وشراح الحديث هنا منهم يعني بيّنوا أنه إذا كان في صوم فريضة يجهر يعني بقوله إني صائم، يقولها جهرا، وإن كان في صوم نافلة فإصراره أفضل، يعني الأحسن أنه يقول ذلك في نفسه يعني ولا يجهر به. وأما في صوم الفريضة فإنه يعني يجهر به ويقول إني صائم تذكيرا لنفسه ولخصمه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تغير رائحة فم الصائم من أثر الصيام. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تغير رائحة فم الصائم الذي يكون من أثر الصيام، هذا أثر عبادة وأثر طاعة، ويكون أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، فلم يفتح منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان الكريم فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وتفتيح أبواب الجنة يعني هو علامة جعلها الله سبحانه وتعالى على انفتاح أبواب الخير والأجر والثواب وقبول الأعمال في هذا الشهر الكريم. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وهي علامة جعلها الله سبحانه وتعالى على انغلاق أبواب الشر والذنوب. وأيضا في الحديث وصفدت الشياطين ومردت الجن، الشياطين تصفد أي تقيد بالسلاسل، ومردة الجن كذلك يقيدون بالسلاسل، فلا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه قبل رمضان من إغواء بني آدم. يعني هل التصفيد هو لجميع الشياطين أو لفئة منهم ممن يعني وصفوا في الحديث هنا بمردة الجن؟ وهل هذا التصفيد يعني يمنعهم من الوسوسة نهائيا أو يقلل منها؟ كل هذا من أمر الغيب يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى، وبعض شراح الحديث يعني يميل إلى هذا وبعضهم يميل إلى هذا. لكن على كل حال يعني هذا التصفيد والتقييد للشياطين هو تقييد لحركتها، ويعني تقليل لوسوستها وشرها وضررها في إغواء بني آدم، حتى
يجرب العبد في شهر رمضان الصلة بالله سبحانه وتعالى مع البعد عن وساوس الشيطان وكيده. فهذه يعني فضيلة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، وإعانة من الله سبحانه وتعالى لعباده على طاعته. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني أقبل يعني تعالى يا من تريد الخير، وأقصر يعني أمسك وكف عن الشر يا من تريد الشر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى عددا من عباده من النار، ويكتب لهم النجاة منها والسلامة منها. الصيام له حكم عظيمة كثيرة، الصيام له حكم كثيرة، منها أنه يعني تدريب للنفس على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الصيام تدريب للنفس وتعويد لها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وذلك أن الصائم يكون يعني وحده وأمامه الطعام الشهي والشراب البارد، وهو في جوع وعطش، ويعني أمامه ما يحتاج إليه من المفطرات، ولا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو يعني يترك هذه المفطرات عن طيب خاطر ورضا نفس، طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، ليس خوفا من أحد من الناس. فيكون هذا تدريبا للصائم على أن يترك ما حرمه الله سبحانه وتعالى خشية من الله سبحانه وتعالى ومراقبة له عز وجل. وكذلك تدريب للنفس على الصبر واحتمال الشدائد، فيتدرب الصائم على التحكم في شهوات نفسه، وألا يكون منساقا وراء ما تشتهيه نفسه، فيتعلم مجاهدة نفسه وكبح جماحها والتحكم في شهوات نفسه، حتى لا تسوقه نفسه إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهو تدريب على الصبر، تدريب على الصبر. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله تعالى، وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة أو على المصائب. وأنواع الصبر كلها تجتمع في هذا الشهر الكريم. فهو صبر، فيه صبر على الطاعة، سواء على الطاعة الواجبة أو على الطاعة المستحبة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالصبر يكون على الطاعة، فيصبر على طاعة الصيام وعلى طاعة القيام وتلاوة القرآن وغير ذلك من أنواع العبادات والطاعات. وهو صبر عن معصية الله تعالى، ويشمل ذلك المفطرات التي هي من معصية الله تعالى، فيصبر عنها، وكذلك عن كل المعاصي. فقد بيّن أهل العلم أنه من باب أولى يعني هذه الأمور التي كانت مباحة قبل يعني دخول وقت الصيام، وتباح يعني إذا غربت الشمس من يعني من الغروب إلى الفجر في رمضان، وتباح بعد رمضان. فهذه الأمور التي هي مباحة في الأصل ومنع منها الصائم، فإذا كان يمتنع عنها فمن باب أولى يمتنع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر أهل العلم من يعني آداب الصيام، منها آداب واجبة وآداب مستحبة: صيام العين، وصيام الأذن، وصيام اللسان، وصيام اليد والرجل، وغير ذلك من يعني أعضاء الإنسان وجوارحه. فكل يعني عضو منها وكل جارحة منها لها صيام عما حرمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الصبر يعني عن معصية الله تعالى، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة. فشهر رمضان فيه الصبر على الجوع، والصبر على العطش، والصبر على السهر وقلة النوم وغير ذلك. فهو أيضا فيه أنواع الصبر كلها.
ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف شهر رمضان الكريم قال شهر الصبر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، فرمضان هو شهر الصبر، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم لاكتمال يعني أنواع الصبر في هذا الشهر الكريم. وهو كذلك شهر لشكر الله سبحانه وتعالى، حيث إن يعني مما يعين على شكر الله سبحانه وتعالى أن يجرب الإنسان يعني فقدان النعمة والحرمان منها ولو بصفة مؤقتة، فيعرف قدرها وقيمتها ويحس بها، لأن الإنسان إذا لم يجرب فقدان النعمة ولم يرى من فقدها فإنه لا يعني يعتني بشكرها ولا يقدرها قدرها. فنعمة الطعام والشراب الذي يعني جعله الله تعالى يعني متوفرا وميسرا في هذه البلاد، يعني هذه النعمة يفتقدها كثير من المسلمين، خاصة في هذه السنوات الأخيرة في يعني ظل أوضاع الحروب والمجاعات التي يعاني منها إخواننا في بلاد شتى، لا يجدون كسرة خبز ولا يجدون شربة ماء. فالصائم يعني إذا جرب فقدان الطعام والشراب فإنه يحس بحاجة إخوانه الذين يحتاجون إلى ذلك، فإذا أباح يعني إذا جاء الوقت الذي يباح له فيه الطعام والشراب يعني شكر هذه النعمة. وكذلك أيضا يعني من حكم الصيام أنه يورث العبد رحمة وإحسانا، لأنه يعني إذا أحس بحاجة إخوانه الذين يبيتون جوعا ولا يجدون ما يسد حاجته فإنه يزداد رأفة بهم ورحمة بهم وإحسانا إليهم، وهذا أيضا من حكم الصيام. وحكم الصيام كثيرة، وخلاصتها أنه شرعه الله سبحانه وتعالى لتحصل التقوى، يعني يجمعها كلمة التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فهذا هو يعني الغرض من الصيام، وهو ثمرة الصيام أنه يوصل العبد إلى أن يكون من المتقين. فلا بد أن يخرج العبد من شهر رمضان وقد ازداد تقوى لله سبحانه وتعالى وازداد إقبالا على الخير. والمطلوب من المسلم أنه يعني في هذا الشهر يعني يتزود منه بزاد إيماني يعينه يعني بقية السنة، يكون يعني دائما في كل شهر رمضان ينتقل إلى مرحلة جديدة من زيادة الإيمان، ويسعى قدر المستطاع في الحفاظ على شيء يعني مما حصله في هذا الشهر من زيادة الإيمان وطاعة لم يكن محافظا عليها قبل رمضان ومعصية كان متساهلا فيها قبل رمضان. فكلما يأتي شهر رمضان ويتعود خلال شهر كامل على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأعمال صالحة، فينبغي أن يأخذ من ذلك يعني زادا، وأن يزيد في يعني رصيده من الإقبال على الطاعة والخير بعد هذا الشهر الكريم المبارك. بخصوص فرضية صوم رمضان والمراحل التي مر بها تشريع فرض الصيام، فقد ذكر أهل العلم أن صوم رمضان قد مر بثلاث مراحل في تدرج التشريع في فرضية الصيام. فالمرحلة الأولى يعني كان صوم رمضان فيها يعني مخيرا فيه القادر على الصيام، يعني طبعا قبل ذلك يعني لم يكن صوم رمضان مشروعا، لكن أول ما شرع صوم رمضان فكان على سبيل التخيير، من رغب أن يصوم فليصم، ومن لم يرغب في الصيام فإنه يحق له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم
مسكينا وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا تفسير طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، الذين فسروه يعني وعلى الذين يطيقونه بمعنى الذين يقدرون على الصيام ولا عذر لهم يمنعهم من الصيام، يعني يحق لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكين. إذا أخذنا بهذا التفسير فتكون الآية منسوخة، تكون الآية منسوخة إذا أخذنا بهذا التفسير، فتكون مرحلة من مراحل فرضية الصيام. هناك رأي آخر يعني في تفسير الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه يعني يتجشمونه ويتحملونه بعناء ومشقة وحرج، فدية طعام مسكين. إذن تكون الآية محكمة ليست منسوخة إذا أخذنا بهذا التفسير، ويكون المقصود بها الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع ويعني ونحو ذلك ممن يعني في صومهم حرج ومشقة عليهم، فتحمل الآية على هؤلاء إذا أخذنا بهذا التفسير. فإذا على أحد تفسيري الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها المقصود بها تلك المرحلة من مراحل مشروعية الصيام، عندما كان القادر على الصيام يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم مسكين. ثم بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى الصوم على القادرين عليه، ما عدا أهل الأعذار ممن لا يتوفر فيهم شرط وجوب الصوم، كما سنوضح بعد قليل إن شاء الله شروط وجوب الصيام. ففرض الله سبحانه وتعالى الصيام، ولما فرض الصوم كانت الفترة المسموح فيها بالفطر هي منذ أن تغرب الشمس إلى أن يصلي العشاء أو ينام، إلى أن يصلي العشاء أو ينام. فإذا صلى العشاء أو نام خلاص وجب عليه أن يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فهذه المرحلة الثانية كان فيها تشديد كبير، يعني يباح الفطر فقط من غروب الشمس إلى أن يصلي العشاء أو ينام. أي واحد من هذين الأمرين حصل أولا فإنه حينئذ يكون قد وجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فحصلت حادثتان كانتا سببا في نزول قوله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالحادثة الأولى أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم كان يعمل في نخله، لهم نخل يسقونها ويعتنون بها، فيعمل في الزرع يعني والنخل طيلة النهار ويرجع متعبا في آخر النهار مرهقا. فرجع رجل من الأنصار يوما بعد أن غربت الشمس، صلى المغرب ويعني جلس ينتظر أن تحضر له امرأته الطعام، يعني تأخرت في إحضار الطعام، فجلس ينتظر أن تحضر له الطعام، فغلبته عينه فنام، يعني صلى المغرب وغلبته عينه ونام قبل أن يأكل شيئا. فجاءت امرأته بالطعام فإذا به قد نام، فقالت: واخيبة لك، يعني خلص راح عليه اليوم الإفطار، عليه أن يمسك إلى غروب الشمس من اليوم التالي. يعني لم يأكل شيئا وواصل صيام اليوم الثاني بالأول، وذهب في اليوم الذي بعده إلى عمله ونخله. يعني لما دخل وقت الظهر أغمي عليه، يعني أصابه إغماء وغشي عليه،
من التعب الشديد. فهذه يعني حادثة، وحادثة أخرى في شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يعني أراد يوما يعني معاشرة امرأته، فقالت له امرأته إني صليت العشاء، يعني أفطر وكذا وأراد يعني أن يجامع زوجته، قالت إني صليت العشاء، يعني خلاص عليها أن تمسك ويحرم الوط يعني إلى اليوم التالي. فكأنه يعني يذكر أهل العلم أنه كأن عمر رضي الله عنه يعني لم يصدقها أو ظن أنها تعرض عليه أو نحو ذلك، فقال ما صليت وكذا، وحصل منه أنه جامعها تلك الليلة، ثم إنه يعني ندم على ذلك وجاء نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه يعني الخبر. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله سبحانه وتعالى تناول المفطرات يعني من المغرب إلى الفجر، واستقر التشريع على ذلك. يلاحظ هنا أنه يعني في مراحل تشريع الصيام حدث فيها النسخ من الأخف إلى الأثقل، ونسخ من الأثقل إلى الأخف، يعني نسخ من الأخف إلى الأثقل، يعني عندما كان الصوم مندوبا يباح للقادر أن يصوم أو يطعم، ثم نسخ هذا إلى وجوب الصوم بغير تخيير، فكان هذا نسخا من الثقيل، من الخفيف إلى الثقيل، ثم نسخ آخر من فيما يتعلق بوقت الصيام، بوقت فيما يتعلق بوقت الصيام ووقت الإفطار، فهذا حدث فيه نسخ من الأثقل أو من الأشد أو الأثقل إلى الأخف. وكلا النوعين من النسخ يقعان في التشريع الإسلامي، ولهما يعني حكمة، فالحكمة في نسخ الخفيف إلى الثقيل هو التدرج في التشريع، لأنه يعني قد يكون التشريع يعني إذا كان من بدايته شرع الثقيل قد يشق ذلك على الناس، ويعني ويصعب عليهم التزامه دفعة واحدة، فيتدرج معهم. فعندما كان الصوم مخيرا فيه قالوا أن تصوموا خير لكم، يعني يظل الصوم أفضل وأحسن، فكان كثير من المسلمين يعني يصومونه ندبا يعني تدربا عليه، والنفوس تهيأت له، فكان هذا يعني في حكمة نسخ الخفيف إلى الثقيل. ثم في نسخ الثقيل إلى الخفيف أو من الأشد إلى الأخف، فهذا حكمته يعني أنه حتى لا يثقل التشريع الخفيف عندما يستقر الأمر عليه، حتى لا يثقل على النفوس، فإذا استثقل أحد يعني تشريع الصيام وتذكر يعني وعلم أنه كان بالإمكان أن يبقى تشريع الصيام على ما كان عليه، ويكون الوقت الذي يسمح فيه بالفطر يعني محدودا وقليلا، فلو شاء الله سبحانه وتعالى لأبقى هذا التشريع محكما ولم ينسخه. فإذا علم الإنسان يعني أنه عندما يباح له الفطر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فلا يستثقل ذلك، ولا يعني يرى طول مدة الصيام لكونه يعلم أنه كان بالإمكان أن تكون أطول من ذلك، ولكن الله تعالى خفف، فيعني لا تستثقله النفوس. نفس الشيء حصل في تشريع الصلاة، أول ما فرضها الله تعالى 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات، حتى يعني إذا استثقل أحد 5 صلوات يعني ذكر بأنه كان بالإمكان أن تكون الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، وأن الله تعالى يعني تخفيفا منه على عباده جعلها 5 صلوات.
والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، سبحانه يشرع لعباده ما فيه يعني صلاحهم وفلاحهم، وجعل الله تعالى هذه العبادات أبوابا للأجر والثواب ورفعة الدرجات، كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني تشريع الوضوء، لما نزلت آية الوضوء: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال في آخر الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يعني ما أراد بفرض الوضوء على عباده أن يوقعهم في الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فالله سبحانه وتعالى ما أراد أن يحرج عباده ويشق عليهم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. إنما أراد الله تعالى أن يتم نعمته على عباده بهذه العبادات التي فيها صلة بالله سبحانه وتعالى، وفيها أبواب من أبواب الأجر ورفعة الدرجات، فشرعها الله تعالى لمصلحة يعني فيها مصلحة لعباده ورفعة لهم وأجر لهم وثواب. فهذه مراحل تشريع الصيام، وكان فرض الصيام في السنة الثانية، كان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة النبوية. طيب، بالنسبة لتعريف الصيام، فهو الإمساك عن المفطرات بنية، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا هو تعريف الصيام. فهذا التعريف مشتمل على يعني على ركن الصيام الذي هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات، وأن يكون هذا الإمساك بنية، وأن يكون هذا الإمساك بنية. فبالنسبة للنية، فالصوم إن كان صوما واجبا كصوم رمضان وصوم القضاء ونحوه من الصيام الواجب وصوم النذر ونحوه، فالصوم الواجب يجب فيه تبييت النية من الليل، يجب فيه تبييت النية من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أو لمن لم يبيت الصيام من الليل. فلا بد أن ينوي الصيام يعني قبل الفجر حتى يعني يصح منه الصوم المفروض. ثم وقع خلاف بين الفقهاء: هل تكفي نية واحدة لجميع رمضان في أول رمضان، أو لا بد من تجديد النية كل ليلة؟ فالإمام مالك رحمه الله يقول: نية واحدة تكفي لجميع الشهر، فإذا نوى أول ليلة أنه صائم من شهر رمضان لا يحتاج إلى تجديد نية الصوم كل ليلة. والشيخ ابن عثيمين، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يأخذ بهذا يعني ويفتي أنه يعني نية واحدة تكفي لجميع الشهر. والأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى يجيبون تبييت النية كل ليلة، يعني كل ليلة لا بد وأن يستحضر في قلبه أنه صائم غدا في أي وقت من أوقات الليل، يعني من غروب الشمس إلى فجر اليوم الذي بعده، يعني يعزم بقلبه النية اللي هي العزم القلبي، يعني أنه يكون عازما في قلبه أنه صائم غدا. والأمر يسير، يعني البعض قد يثقل عليها مسألة النية وتبييت، يعني مجرد أنك تكون عازما في قلبك أنك صائم غدا فهذا كاف في أي لحظة من لحظات الليل، وهذا يحصل بصورة تلقائية، يعني لا يحتاج من الإنسان يعني عملا زائدا، يعني طالما أنك من عادتك أن تصوم رمضان ففي أي لحظة في الليل يعني كنت عازما فيها في قلبك أنك صائم غدا فقد حصل ذلك. والسحور يعتبر يعني نية، كون الإنسان يتسحر فهو نية، لكن ليس هو يعني
الطريقة الوحيدة لتبييت النية، يعني قد لا يتسحر ويكون يعني عزم في أي لحظة من الليل على أنه صائم غدا، فيكفي هذا الأمر. وإذا لم يحصل فمجرد نيته صوم رمضان في أول رمضان هذا إن شاء الله تعالى يكفيه. وأما صوم النافلة، أما صوم النافلة فيجوز تبييت النية فيه، يجوز عدم تبييت النية فيه ليلا وينوي نهارا في أي وقت. عند بعض الفقهاء يقولون يعني في أي وقت طالما أنه لم يتناول شيئا من المفطرات فيحق له أن ينوي الصيام في أي وقت قبل غروب الشمس. وبعض الفقهاء يعني في صوم النافلة يشترطون أن ينوي قبل الزوال، يعني يقول إذا لم ينوي قبل الزوال لا يصح صوم النافلة، لكن منهم من يقول يعني في أي وقت ولو إلى الغروب. يعني لو حصل أن الإنسان لم يتناول شيئا من المفطرات ثم انتبه، يعني خاصة في الأيام التي يكون النهار فيها قصيرا وكذا، فلم يتناول شيئا من المفطرات حتى وجد أنه بقي ساعتان أو 3 ساعات على الغروب، فقرر أن يجعل هذا اليوم صياما يعني وأن يصومه، فله ذلك إذا كان صوم نافلة ويكتب له أجر صوم اليوم نافلة. فإذا اشتراط النية أنه يعني من أمسك عن المفطرات مثلا لحمية صحية أو يعني لسبب من الأسباب، يعني لكونه غير واجد مثلا طعاما أو، لكن لم ينوي به نية التقرب إلى الله تعالى بالصوم، فإن هذا لا يكون صوما، لا بد فيه من يعني نية التقرب إلى الله تعالى بهذا الإمساك عن المفطرات. بالنسبة لدخول شهر رمضان، لدخول شهر رمضان، فإن شهر رمضان يعني يثبت برؤية الهلال، برؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30، يعني عدة شعبان أكملوها 30 يوما إذا غم عليكم، أو في لفظ آخر فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا، فاقدروا له يعني فأتموا العدة 30 يوما، هذا الصواب في تفسير فاقدروا له. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام في الثالثة، هكذا يعني 10 و10 و9، يعني في مرة الثالثة قبض الإبهام. فنحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فأتموا العدة 30. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة يعني لا تعتمد على الكتابة والحساب في شأن الصوم خصوصا، يعني ليس معنى الحديث، ليس معنى الحديث ذم الكتابة أو ذم الحساب في غير مسألة دخول الهلال، فالكتابة لا حرج فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يملي القرآن الكريم والحديث الشريف على أصحابه ويكتبونه خلفه عليه الصلاة والسلام، ويعني أذن في الكتابة. وكذلك الحساب لا بد من تعلمه لحساب المواريث وحساب مقادير الزكاة وغير ذلك، يعني مما يحتاج إلى الحساب. فليس الحديث ذما لعموم الكتابة والحساب، وإنما لاستعمال ذلك في إثبات دخول شهر رمضان، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون إثبات دخول الشهر عن طريق رؤية الهلال. ولذلك فإن يعني الأئمة 4 وإجماع الصحابة والتابعين على أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر،
ولا في رد شهادة الشهود الذين يشهدون برؤية الهلال، وأنه متى ما رؤية الهلال يعني لازم المسلمين الصيام. لكن وقع خلاف في مسألة، يعني وهذا خلاف يعني معتبر سائغ، وهو في مسألة الرؤية، هل لكل بلد رؤيتهم أو أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم المسلمين الصيام في جميع البلاد. فيعني جمهور الفقهاء يقولون إذا رؤي الهلال في بلد لزم المسلمين الصيام في جميع البلاد، وبعض الفقهاء يعني ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه يقولون لكل بلد رؤيتهم، يعني فإذا رؤي الهلال في بلد فإن رؤيتهم لا تلزم غيره. فإذا اختار أهل العلم يعني والقائمون على أمر الهلال في بلد من البلاد الأخذ بأحد هذين الرأيين، إما يعني بالعمل برؤية بلد آخر أو بالعمل بالرؤية المحلية في بلدهم، فكلا الأمرين يعني لا حرج فيه والأمر فيه واسع. لكن مسألة الحساب يعني هذا قول يعني خارج عن المذاهب الأربعة، ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المقتدى بهم. يعني بالنسبة يعني للمفطرات، يعني لما ذكرنا تعريف الصيام فهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الفجر الصادق لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يعني هو ضوء يكون في الأفق، يعني في الجهة يعني الجهة التي تطلع منها الشمس، فيكون الفجر الكاذب يعني ضوءا مستطيلا يظهر ثم يختفي، ويكون هذا قبل يعني دخول الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يظهر الفجر الصادق. الفجر الصادق يكون مستعرضا، يعني يكون خطا بالعرض هكذا، ويبدأ الضوء يزيد يعني ويظل في ازدياد. فإذا دخل الفجر الصادق هو الموعد الذي يعني في التقاويم، موعد أذان الفجر في التقاويم المعمول بها، هذا هو موعد الفجر الصادق، فهذا هو موعد بدء الصيام إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات، ما هي المفطرات؟ المفطرات المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، المفطرات المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى ثلاثة أشياء، وهي الجماع والأكل والشرب. قال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. باشروهن يعني كناية عن جماع النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد يعني ابتغاؤه بالجماع، وكلوا واشربوا. فذكر هذه الأمور الثلاثة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني أمسكوا عن هذه الأشياء إلى الليل. فدل هذا على أن هذه الأمور الثلاثة يعني هي مفطرة بنص القرآن الكريم والسنة المشرفة، وهي يعني مجمع على كونها مفطرة، وهي مجمع على كونها مفطرة. بالنسبة لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ورد في سبب نزولها أن الصحابي الكريم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه يعني خفي عليه معنى هذه الآية، فلما نزلت هذه الآية فأحضر عقالا أبيض وعقالا أسود، أو حبلا أبيض وحبلا أسود. الحبل هو العقال، كانوا يعقلون به البعير، يعني العقال الآن يمكن يستعملون العقال وما يوضع على الرأس، لكن في اللغة وسابقا العقال اللي هو الحبل الذي يعقل به البعير أو يربط به البعير، يكون حبلا يعني غليظا بعض الشيء أو سميكا يعني. فأحضر يعني حبلا أبيض وحبلا أسود ووضعهما تحت وسادته، فكان يأكل ويشرب إلى أن يستطيع أن يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما يعني قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن وسادك إذا لعريض
وفي رواية قال إنك العريض القفا، يعني إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال إن وسادك إذن العريض، يعني أنك إيه وضعت الليل والنهار تحت الوسادة، يعني إن الخيط الأبيض اللي هو الإيه النهار والخيط الأسود الليل، فوضع الخيط الأبيض والخيط الأسود وضعهما تحت وسادته، فقال إن وسادك إذن العريض، يعني مزحه النبي عليه الصلاة والسلام. وورد هنا أن يعني لم يرد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء ما أخطأ فيه، يعني وهذا أخذ منه الفقهاء يعني فائدة، وهو أنه من أخطأ في دخول الفجر وعليكم السلام أو في غروب الشمس، فأرجح أقوال الفقهاء يعني أنه يعني لا قضاء عليه، طالما يعني أنه أخطأ عن غير يعني قصد وعن غير تعمد، لأن الصحابي الكريم رضي الله عنه كان يستمر في الأكل والشرب إلى أن يميز الخيطين، والعادة أن تمييز الخيطين لا يكون إلا بعد مضي وقت طويل على دخول الفجر، لأنه أول ما يدخل الفجر يكون الجو يعني لا يزال فيه ظلمة عند حتى يصفر الجو، يعني خاصة في ذلك الزمان يعني ليس فيه مصابيح ولا كهرباء ولا كذا، يعني يكون عند دخول الفجر لا يستطيع الإنسان أن يميز خيطا من خيط تحت وسادته، يعني لا يستطيع ذلك إلا في وقت الإصفار. لكن المقصود في الآية يعني بياض النهار يعني عند ظهور الفجر الصادق، يعني فيتبين ضوء النهار، لكن عندما يطلع ضوء النهار ويدخل وقت الفجر يستمر الظلمة يعني لا تزول من الجو، بحيث يستطيع أن يميز خيطا من خيط إلا مثلا بعد مضي مثلا ساعة أو ساعة إلا ربع ولا كذا على دخول وقت الفجر أو نصف ساعة. فمعناه أنه كان يستمر في الأكل والشرب بعد الفجر سهوا يعني وخطأ منه، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ولم يعني يأمره بالإعادة، يعني يلحق به من يعني أخطأ في سماع الأذان أو أخطأ في ضبط المنبه الساعة أو كذا، فالمنبه مثلا لم يدق وظن أن الفجر لم يدخل، أو كانت الساعة مضبوطة بطريقة خاطئة عن غير قصد وأكل أو شرب ثم تبين أن الفجر دخل إلى غير ذلك. فالصواب يعني أنه إيه يعني أن صومه صحيح وأنه لا قضاء عليه. وكذلك أيضا من أخطأ في مسألة الغروب، يعني ظن أن الشمس غربت، المؤذن مثلا أخطأ فأذن مبكرا أو جاء غيم فغطى ضوء الشمس وظن أن الليل دخل ثم انكشف الغيم ورأى الشمس طالعة، فالصواب أنه لا قضاء عليه إذا أخطأ في ذلك. وقد حصل هذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ليس كما يزعم بعض من يعني غلا في النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أنه يعلم الغيب وأنه يدبر الأمر، ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فيعني ورد هذا في الصحيحين أنه جاء غيم، يعني جاء غيم مرة في المدينة قبل الغروب في رمضان، فظن الناس أن الشمس قد غربت وأفطر الناس وأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الغروب بعد العصر ومضت مدة بعد العصر، وجاء غيم شديد وغطى نور الشمس وظن الناس أن الشمس غربت وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس. وبعد أن أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس إذا بالغيم ينجلي وإذا الشمس طالعة لم تغرب بعد، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسكوا إلى أن تغرب الشمس. والصواب أنه لم يأمرهم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. يعني وردت رواية يذكر المحدثون أنها شاذة، يعني لا تصح، قال يعني وحتى ليست من كلام الصحابي وإنما من كلام أحد الرواة هو هشام بن عروة، قال بلغني أنه أمرهم بالقضاء أو كذا، فهذا يعني لم يثبت يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء، بل الصواب أنه لم يأمرهم بالقضاء. فمن أخطأ يعني أيضا في دخول الليل فالصواب أنه لا قضاء عليه.
طيب المفطرات التي يعني ذكرت في الكتاب والسنة، يعني في القرآن الكريم ذكرت هذه المفطرات الثلاث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستفاد مما ثبت في السنة بعض المفطرات الأخرى، وهي يعني ما يلحق بالأكل والشرب. ما يلحق بالأكل والشرب، ما الذي يلحق بالأكل والشرب؟ يعني إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف مثلا، الأنف منفذ إلى الجوف. فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمعناه أنه إذا كان صائما عليه ألا يبالغ في الاستنشاق، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، فعليه ألا يبالغ في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف. هذا ليس طعاما وشرابا، ولكنه يعني في معنى الطعام والشراب. وقاس عليه الفقهاء أيضا الحقن المغذية مثل حقن الجلوكوز ونقل الدم إلى الإنسان أو كذا، يعني فهذا يعني يشبه الطعام والشراب، فقاسه بعض الفقهاء على إيه ما يلحق بالطعام والشراب، يعني إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف أو منفذ يعني يوصل إلى المعدة، فيصل عن طريقه طعام أو يعني أو شيء يغني عن الطعام والشراب أو يسد مسد الطعام والشراب. كذلك ما يعني ما يلحق بالجماع، يعني الجماع هو من المفطرات بنص القرآن. طيب ما يلحق به، ما يلحق به اللي هو مسألة يعني الاستمناء عمدا أو مباشرة المرأة مثلا، مباشرة فيها يعني إنزال أو كذا ولو بغير وطئ في الفرج أو كذا، فهذا يعتبر مثل الجماع، ويستفاد هذا من مما ورد في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكلمة وشهوته يعني تشمل هذا. وكذلك في الحديث الآخر: إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث. والرفث يعني يشمل يعني أوسع من معنى الجماع، فيشمل يعني ما يلحق به، فهذا يكون أيضا من المفطرات. يجي عندنا الأكل والشرب وما يلحق بالأكل والشرب، والجماع وما يلحق بالجماع. لكن مما لا يفطر الاحتلام، يعني هذا لا يكون عن عمد، إذا إنسان يعني أنزل وهو نائم أو كذا فهذا لا يكون مفطرا، لأن هذا ليس عن تعمد منه. وكذلك أيضا إذا حصل أن الإنسان مثلا جامع زوجته ودخل عليه الفجر قبل أن يغتسل، لا حرج، يعني لا يلزم الاغتسال قبل دخول الفجر، يمكن أن يغتسل بعد دخول الفجر، المهم أنه يغتسل للصلاة، يعني حتى يصلي الفجر قبل خروج وقتها. فإذا دخل الفجر يعني قبل الاغتسال فهذا لا يضر، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب من جماع غير احتلام، فيغتسل ويصوم. يعني كان يدخل، ربما دخل عليه الفجر قبل أن يغتسل، فكان يغتسل بعد أذان الفجر ويصوم، فهذا لا يضر. كذلك مما ورد في السنة أنه يفطر الاستقاء، يعني تعمد القيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. فهذا يبين أن تعمد التقيؤ بأن يعني يشم مثلا مادة تجلب له القيء، أو يتعمد النظر إلى شيء يعني يهيج عنده القيء أو كذا، فتعمد ذلك مما يفطر. أما حكم يعني إذا من فعل ذلك يعني أفطر ووجب عليه القضاء. أما حكم أن الإنسان يتعمد أن يستقيء، فهذا مرتبط بحالته يعني الصحية، إذا كان يعني مريضا ومثلا في معدته
شيء يعني يؤلمه ويؤذيه ولا يعني يتخلص من هذا الألم ويستريح منه إلا بالقيء، فيكون هنا مباحا له أن يتعمد القيء لكن يقضي يوما مكانه، يكون هنا يعني من باب المريض يعني، وهذا نوع من التداوي بالتخلص مما يؤذيه يعني في معدته. أما إذا كان يعني صحيحا وليس به يعني ألم ولا مرض يعني يلجئه إلى التقيؤ، فلا يجوز أن يتعمد الاستقاء ويكون آثما بذلك، وإذا استقاء عامدا فعليه أن يقضيه. كذلك ورد في الأحاديث أن الحجامة تفطر. الحجامة تعرفون اللي هي يعني شرط مواضع معينة في البدن واستخراج يعني دم منها. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة مفطرة. بالنسبة للحاجم يعني قال يعني الفقهاء وشراح الحديث يعني فطر الحاجم يعني هذا إذا دخل الدم إلى جوفه عن طريق، كانوا يستعملون قرنا أو يمصون به الدم أو كذا، فربما دخل الدم إلى جوفه. فالمقصود بفطر الحاجم أنه يعني إذا تعمد إدخال الدم أو يعني ونحو ذلك، أو أنه يكون المقصود يعني أن الحجامة في حق الحاجم ذريعة ووسيلة إلى حصول الفطر إذا دخل الدم، فعليه أن يتجنب ذلك. لكن المحجوم يعني يفطر لما يؤدي به يعني لما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدن، كما ورد في بعض الأحاديث يعني إنما كنا نرى أنه من أجل الضعف، من أجل الضعف يعني الحجامة تفطر لأجل أنها تسبب يعني ضعفا في البدن يعني أول حصول الحجامة، خاصة إذا لم يشرب يعني بعدها وظل يعني على صومه وكذا. فحديث الفطر بالحجامة أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه ففي المذهب الحنبلي الحجامة من المفطرات. أما في بقية المذاهب فقالوا هذا الحديث منسوخ، أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة، وبعضهم يضعفها وبعضهم يقول منسوخة ولا يعملون بها يعني. فعلى مذهب الجمهور الحجامة لا تفطر، وعلى مذهب الإمام أحمد فالحجامة من المفطرات. فهذه إذن يعني ستة أشياء، يمكن أن نلخص المفطرات في ستة أشياء، وهي يعني الأكل والشرب يمكن جمعهما معا في مفطر واحد، الأكل والشرب، والثاني هو ما يكون في معنى الأكل والشرب هو توصيل شيء إلى الجوف عن طريق الأنف يعني ونحوه، والحقن المغذية وما أشبه ذلك. والمفطر الثالث اللي هو الجماع، والرابع ما هو في معنى الجماع مثل الاستمناء ويعني والمباشرة بدون الوطئ وكذا مع إنزال، فإن هذا من المفطرات كذلك. الأكل والشرب وما هو في معنى الأكل والشرب، والجماع وما هو في معنى الجماع، والتعمد القيء والحجامة، وتعمد القيء والحجامة. فما عدا هذه الأمور الستة فالصواب أنه لا يفطر شيء سوى هذه الأمور، الصواب أنه لا يفطر شيء سوى هذه الأمور، لأن بعض الفقهاء يعني وسع في المفطرات حتى يعني قاربت 60 مفطرا في بعض المذاهب، لأنهم وسعوا يعني بعض الفقهاء يوسع في مفهوم الجوف، يعني كل تجويف في البدن يجعله جوفا، ووسع في دائرة المنافذ الموصلة إلى الجوف أو كذا، فأدخلوا في المفطرات يعني أشياء كثيرة لا يظهر يعني صحة الدليل عليها. فالصواب يعني الاقتصار على هذه المفطرات الست. فإذا يعني قطرة، نفهم من هذا يعني أن قطرة العين وقطرة الأذن أنها لا تفطر
والاكتحال لا يفطر، المضمضة لا تفطر، استعمال مثلا معجون الأسنان إذا يعني بصق المعجون والماء الذي معه وكذا فإن هذا لا يفطر، لكن يحتاط يعني ويحرص على ألا يدخل شيء إلى جوفه. كذلك الحقن اللي هي غير المغذية، الحقن الدوائية العلاجية فهذه لا تفطر. وكذلك أيضا مثلا أخذ عينة من الدم للتحليل مثلا ونحوه هذا لا يفطر. علاج الأسنان أيضا لا يفطر، يعني حشو ضرس أو كذا إلى آخره لا يفطر. وأيضا من أحكام الصيام أن هذه المفطرات يعني لا تكون مفطرة إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، يعني كان عالما وكان ذاكرا وكان مختارا. فيشترط العلم يعني من جهل شيئا من هذه المفطرات فإنه يعذر بجهله فيها، وكذلك من جهل الوقت فإنه يعذر. وأن يكون ذاكرا فمعناه أن من تناول شيئا من هذه المفطرات ناسيا فإنه لا يفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فمعنى ذلك أنه من يعني أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر بذلك. والصواب أنه لا قضاء عليه، يعني أنه لا يفطر فبالتالي لا قضاء عليه. يعني هنا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني عليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه. هذا هو الراجح والذي عليه جمهور الفقهاء، أنه من نسي فأكل أو شرب فصومه صحيح وعليه أن يتم صومه وليس عليه أن يقضي هذا اليوم. وأن يكون مختارا فمعناه أنه من أكره على تناول شيء من المفطرات عن غير اختيار منه فلا قضاء عليه. والإكراه يشمل يعني الإكراه بمعنى مثلا أن يهدد مثلا بقتل أو ضرب أو سجن أو كذا إن لم يأكل أو يشرب، وهذا يعني يحصل لبعض إخواننا. يعني مثلا نسمع أنه في الصين يجبرون المسلمين على الفطر وتمر الشرطة ويكرهونهم على أن يأكلوا شيئا أو يشربوا شيئا، فإذا أكره يعني وكان مهددا إذا لم يأكل أو يشرب مثلا أن يسجن أو يضرب أو يقتل أو فيكون يعني معذورا له أن يتناوله ولا يفطر بهذا. ومما يدخل في يعني معنى الإكراه أيضا أن وعدم الاختيار، يعني معنى عدم الاختيار يدخل فيه أيضا ما إذا غلبه شيء يعني ودخل إلى جوفه عن غير قصد، يعني أنه مثلا لو كان يتمضمض عن غير تعمد، الله تعالى مطلع على نيته وقصد، ما قصد يعني أن يبتلع شيئا لكن دخل شيء إلى الماء عن غير قصد في مضمضة أو استنشاق أو مثلا الهواء يعني نقل أدخل شيئا في فمه أو جوفه عن غير عمد أو عن غير قصد. كذلك مثلا في علاج الأسنان أو كذا يعني هو يجتهد يعني في بصق الماء الذي يغسل به الفم وإخراج والدم الخارج وكذا، يعني يجتهد في إخراجه خارج الفم، لكن لو دخل شيء منه عن غير عمد وعن غير قصد فيكون يعني داخلا في مسألة عدم الاختيار ولا يكون مفطرا بإذن الله تعالى. طيب هذه هي المفطرات. طيب من فعل شيئا من هذه المفطرات يعني عالما ذاكرا مختارا ماذا عليه إن كان هذا المفطر، إن كان هذا المفطر يعني مسألة الجماع فعليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. هذا إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان. ويعني أكثر الفقهاء يقولون
يعني هناك كفارة على الرجل وكفارة على المرأة، بعض الفقهاء يقول كفارة واحدة على الرجل. فهذا من أفطر إيه بجماع فعليه كفارة، طبعا الكفارة على المرأة إن كانت إيه غير مكرهة، يعني إن كانت مختارة ولم تكره على ذلك. فالكفارة عتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة على الترتيب عند جمهور الفقهاء، لكن عند الإمام مالك رحمه الله يرى أنها على التخيير، يعني يخير بين العتق والصوم والإطعام، أي واحدة منها تجزئه. إذا أخذنا بقول الجمهور يعني الذين يقولون إنها على الترتيب، إنها على الترتيب، ففتاوى يعني كثير من أهل العلم المعاصرين يعني يقولون مثلا في مسألة صيام شهرين متتابعين أنه من العذر الذي يبيح الانتقال عنه إلى إطعام 60 مسكينا، يعني ظروف عمل الناس ووظائفهم مثلا، أنه يعني إذا كان صيام شهرين متتابعين يعني يوقعه في حرج يعني ومشقة في عمله ووظيفته، يعني لا يقوى معه على يعني على كسب رزقه، ويجد حرجا يعني في ذلك ومشقة زائدة، فيكون معذورا إن شاء الله أن ينتقل إلى مرحلة الإطعام. أما بقية المفطرات الأخرى يعني فإذا أفطر بأكل أو شرب أو تعمد قيء أو حجامة، أو عند من يقول بأنها تفطر، فإذا أفطر بشيء من هذا فيستغفر الله تعالى ويتوب إليه ويقضي يوما مكانه، يعني حتى في الجماع عليه أن يقضي يوما مكانه بالإضافة إلى الكفارة، يعني التوبة وقضاء يوم، هذا في كل المفطرات إذا تناولها يعني عالما عامدا عالما ذاكرا مختارا، في كل المفطرات يعني عليه إيه التوبة وقضاء يوم مكان هذا اليوم. لكن الكفارة المغلظة هذه تكون في الجماع فقط. في بعض المذاهب أن الكفارة تكون في كل من أفطر عامدا في نهار رمضان. نعم في موضوع الجماع يعني بعض الفقهاء يقول انه لا يتصور وقوعه سهوا، يعني لانه له مقدمات وله اشياء يعني ليس مثل الاكل والشرب قد ينسى. فبعض الفقهاء يقول سواء عامد عمدا او سهوا فقد افطر عليه الكفاره لانه لا يتصور وقوعه سهوا. لكن فريق الاخر من الفقهاء قالوا يتصور، يعني قد يقع النسيان او السهو، يعني انه نسي انه صائم او نسي كذا، الله تعالى اعلم. هذا بينه وبين الله تعالى، ان كان فعلا يعني ناسيا ساهيا ف يعني لا كفارة عليه وكذا، وإن كان يعني عالما ذاكرا مختارا عليه الكفارة. طيب نأتي إلى شروط وجوب الصيام، شروط وجوب الصيام. فذكر الفقهاء يعني أن الصوم يجب بستة شروط، يجب الصوم بستة شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من الحيض والنفاس، يعني عدم الطهارة من الحيض والنفاس. فهذه شروط وجوب الصيام. فصوم رمضان يجب على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر، وفي حق المرأة يعني نزيد إيه ألا تكون حائضا ولا نفسا. فهذه الشروط الستة، المفطرات ستة وشروط وجوب الصيام أيضا إيه ستة. طيب الشرط الأول هو الإسلام، فمعناه أن غير المسلم أنه لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، بمعنى أنه من أسلم في أثناء رمضان لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضانات. شخص مثلا أسلم وعمره 50 سنة أو 60 سنة، مر عليه منذ أن بلغ يعني سنوات كثيرة مرت عليه منذ أن بلغ
كان لا يصومها بسبب كفره، فهذا سقط عنه الإسلام، يمحو ما قبله، ليس عليه أن يقضي ما فاته. حتى في أثناء الشهر الذي أسلم فيه، إذا أسلم في أثناء رمضان ليس عليه أن يقضي ما فاته من أيام مضت من رمضان. وحتى لو أسلم في أثناء اليوم، يعني هب أن شخصا جاء ليسلم وقت الظهر أو وقت العصر في أثناء يوم من أيام رمضان، ليس عليه أن يقضي ما فاته من أيام، يعني جاء يسلم مثلا في اليوم العاشر من رمضان أو العشرين من رمضان، الأيام التي مضت لا قضاء عليه فيها، الرمضانات التي مضت في سنوات سابقة لا قضاء عليه فيها. اليوم الذي أسلم فيه يؤمر بالإمساك إلى غروب الشمس ولا قضاء عليه، يعني يمسك ما تبقى من اليوم، نقول له يعني يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى أن تغرب الشمس، وليس عليه أن يقضي هذا اليوم. والشرط الثاني هو البلوغ، فمعناه أن الصبي الصغير أو الطفل الصغير غير البالغ والبنت غير البالغة لا يجب عليهم الصيام، ولكن يستحب تدريبهم على الصيام وتعويدهم عليه إذا أطاقوه وقدروا عليه، أن يدربوا عليه تدريجيا، يعني يصومون جزءا من اليوم أو يصومون بعض الأيام دون بعض، أو ليتدربوا عليه إلى أن يتعودوا على الصيام كاملا، ليكون سهلا عليهم أن يستمروا في الصيام بعد البلوغ. فالطفل إذا بلغ في أثناء رمضان، إن كان يعني ابتدأ اليوم صائما، فيكون ابتدأ اليوم صائما يعني على سبيل التنفل، فيكمل صومه، وإن كان يعني أفطر في أول اليوم نأمره أن يمسك ما تبقى إلى الغروب منذ أن بلغ، يعني في أثناء النهار مثلا، فنأمره أن يمسك إلى الغروب، وليس عليه قضاء يعني هذا اليوم ولا قضاء ما قبله من أيام مضت من هذا الشهر. والشرط الثالث العقل، المسلم البالغ العاقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام. وأيضا إذا أفاق المجنون في أثناء يوم من أيام رمضان يؤمر بالإمساك بقية اليوم، وليس عليه أن يقضي هذا اليوم ولا ما فاته من قبل. وبعض يعني المرضى يكون مثلا يحصل لهم فقدان للذاكرة والعقل وكذا في وقت، وبعدين يفيقون في وقت آخر، فإذا أفاق أخذ أحكام العاقل وكان مكلفا، ويؤمر يعني بالإمساك منذ أن أفاق وأصبح يعني عاقلا كذا. إذا يعني فقد عقله أو ذاكرته أو كذا خلاص ارتفع عنه التكليف وسقط. فالمجنون إذا أفاق يعني يمسك ما تبقى من اليوم ولا قضاء عليه فيما فات. في حكم المجنون يعني من أصابه اللي هو مرض الزهايمر، هذا مثلا الذي يصيب بعض كبار السن فيفقد الذاكرة والعقل والوعي، فهذا يعتبر في حكم المجنون أنه مرفوع عنه القلم والتكليف، وليس عليه صوم ولا عليه فدية ولا عليه أي شيء، لأنه غير مكلف بالصيام. هذا بخلاف اللي هو الإنسان اللي هو كبير السن، في يكون في عقله ووعيه وإدراكه، ولكن يعني بدنه ضعيف لا يقوى على الصيام، هذا له حكم آخر يدخل في شرط عدم القدرة. لكن بالنسبة للذي فقد الذاكرة أو العقل هذا يعتبر في حكم المجنون أو فاقد العقل، فهذا لا تكليف عليه ولا قضاء عليه ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. طيب هذه ثلاثة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل. وبعدين يأتينا شرط الإقامة، فصوم رمضان إنما يجب على المقيم، لأن الله تعالى قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ماشي. فهنا المريض والمسافر أباح الله سبحانه وتعالى لهما الفطرة والقضاء، فإذا المسافر لا يجب عليه الصوم، سواء في أثناء يعني الطريق أو أثناء نزوله في بلد هو فيها يعني مسافر يأخذ بأحكام السفر، فلا يلزمه الصوم ويباح له الفطر.
وإذا أفطر المسافر يعني هو يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، فإذا اختار أن يصوم أجزأه وصح صومه وأجزأه عن صوم رمضان، وإذا اختار أن يفطر فإنه يجب عليه أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها بسبب سفره، يجب عليه أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها بسبب السفر. أيهما أفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ بعض الفقهاء يفضل له الصوم وبعضهم يفضل له الفطر. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله صحابي كريم اسمه حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فيخير يعني المسافر بين أن يصوم وبين أن يفطر، كلا الأمرين جائز. وقال الصحابة رضي الله عنهم كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب بعضنا على بعض لا يعيب بعضنا على بعض. فكلا الأمرين يعني جائز للمسافر أن يصوم وأن يفطر. بعض الفقهاء يفضل يعني يقول السفر ليس كله في درجة واحدة، إذا كان يعني السفر فيه مشقة شديدة من جهة يعني السفر كله يبيح الفطر سواء كان السفر مريحا أو شاقا، لكن فقط من جهة الأفضلية يعني هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ قال إن كان السفر يعني فيه مشقة شديدة ويجد حرجا في يعني ولا يصوم إلا بمشقة شديدة زائدة عن المعتاد، يقال أفضل له أن يفطر وألا يوقع نفسه في الحرج، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو في الحديث الآخر كما يكره أن تؤتى معصيته. وأما إذا كان السفر مريحا وسهلا يعني ويسهل عليه الصوم فيه، وقد يكون أحيانا الصوم أسهل من أن يقضي، يعني الناس حوله صائمون وإذا صام معهم يعني الإنسان يتشجع ويسهل عليه الصوم عندما يكون من حوله صائمون، فقد يكون الصوم أسهل عليه من القضاء. فإذا اختار يكون الأفضل له أن يصوم إذا سهل عليه الصيام، والأفضل له أن يفطر إذا شق عليه الصيام. هذا من جهة المفاضلة يعني، لكن من جهة الرخصة سواء كان السفر شاقا أو مريحا فيباح الفطر في رمضان للمسافر. طب إذا وصل المسافر إلى بلده في أثناء نهار رمضان وكان مفطرا أول اليوم، يعني طبعا إذا كان صائما أول اليوم عليه أن يكمل صيامه، أما إذا كان مفطرا أول اليوم لعذر السفر ووصل إلى بلده في أثناء نهار رمضان، فأكثر الفقهاء يوجبون عليه الإمساك، يقولون يجب عليه أن يمسك احتراما لليوم يعني ولزوال العذر الذي كان يباح له الفطر من أجله، وكان العذر السفر وهو الآن وصل إلى بلده فزال العذر. لكن في كل الأحوال يجب عليه القضاء، سواء من قال يعني يجب عليه الإمساك، وبعض الفقهاء قال لا يجب عليه الإمساك طالما هو سيقضي على أي حال، يعني لأن هذا اليوم إذا كان أفطر في أوله فوجب عليه قضاءه. فبعضهم يقول يعني يجب عليه القضاء ويجب عليه أيضا أن يمسك ما تبقى، وبعضهم يقول طالما يجب عليه أن يقضي إذن لا يجب عليه أن يمسك لألا نوجب عليه الصوم مرتين، يعني مرة يمسك ما تبقى بالإضافة إلى قضاء اليوم. فيعني على كل حال الأحوط والأحسن أنه إذا وصل إلى بلده في نهار رمضان أنه يمسك ما تبقى بقية اليوم، ويجب عليه أن يقضي يوما مكانه إذا كان قد أفطر في أوله أثناء السفر. أما إذا كان في أوله صائما فيواصل صومه ولا يقضي هذا اليوم. طيب بالنسبة لشرط القدرة، شرط القدرة فهذا الشرط لإخراج المريض ونحوه ممن لا يقدرون على الصيام إلا بمشقة يعني شديدة زائدة عن المعتاد. فالمريض لا يجب عليه الصوم، وهنا يعني فرق الفقهاء بين نوعين من المرض، هناك مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه، مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه. فأما المرض الذي يرجى شفاؤه فإنه يفطر إذا كان الصوم
يعني يسبب له زيادة ألم أو يسبب له تأخير شفاء أو يجد معه يعني حرجا ومشقة زائدة عن المعتاد في صومه أثناء هذا النوع من المرض، فيباح له أن يفطر ويقضي أياما مكانها طالما أن المرض يعني قابل للشفاء، فإذا شفي منه يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها، يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها. أما إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه، أما إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه كالأمراض يعني المزمنة التي جرت العادة وأنها تستمر بصاحبها وأنها يعني لا تشفى عادة، فإنه يباح له أن يفطر أيضا إذا كان يعني صومه يؤدي إلى زيادة مرضه أو زيادة ألمه أو تأخير شفائه أو يوقعه في حرج ومشقة يعني شديدة، فيباح له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وطعام مسكين يعني يجوز أنه يعني يعطيهم حبوبا مما يكال ويدخر، نصف صاع، نصف صاع من الحبوب التي تكال وتدخر، مثل الأرز والقمح أو دقيق القمح أو التمر والحبوب والثمار، التمر والزبيب والعدس والفول واللوبيا وما أشبه ذلك، يعطيهم نصف صاع، والصاع يعني هو مكيال، الصاع هو مكيال، لكن إذا قد يتسع لأربع غرفات يعني كل غرفة بملء الكفين هكذا، فإذا غرف بملء كفيه أربع غرفات هذا يكون إيه صاعا، فالصاع هو مكيال يعني وليس وزنا، يعني الصاع هذا مكيال، إذا عبأته مثلا حديدا غير لو عبأته قمحا غير لو عبأته تمرا غير، كل شيء له وزن إيه مختلف يعني حسب ما الذي تضعه في هذا الوعاء، يعني هو وعاء له معيار معين للكيل. لكن بالنسبة للأصناف التي يعني أصناف الطعام التي تكال وتدخر، فوجد الفقهاء يعني عندما وزنوها يعني بالوزن، فوجد الصاع يعني مثلا صاع البر اللي هو الدقيق القمح يعني بيطلع 2 كيلو جرام و40، 2 كيلو و40 جراما تقريبا. والتمر يعني بعض الأنواع الثقيلة من التمر تصل إلى 2 كيلو جرام و800 أو كذا يعني، فوجد أنه أثقل. والأرز برضه حسب أنواعه وكذا، بعضها 2 كيلو ونص بعضها 2 كيلو، فوجدوا أن يعني الصاع يعني أقصى شيء يصل 3 كيلو، يعني لا يصل إلى 3 كيلو، يعني إذا 3 كيلو هذه تكون يعني قطعا صاع وزيادة من الطعام، يعني لا يزيد عن 3 كيلو إلا في المعادن، إذا حط يعني قطع حديد داخله مثلا صاع قطع حديد ولا كذا يزيد عن 3 كيلو، لكن في أنواع الطعام لا يزيد وزن الصاع. فإذا نصف صاع يعني كيلو ونصف مثلا بزيادة، يعني بالاحتياط لو هو طبعا يريد يعني يطلع بالضبط ممكن يحسب يعني كل نوع على حدة، لكن لو يريد يطلع بزيادة وبالاحتياط يعني حوالي كيلو ونصف من الايه من الارز او التمر او ونحوه. فاما هذا عن كل يطعم عن كل يوم مسكينا، طيب اما ان يعطيهم طعاما يعني حبوبا وكذا، يعطي مثلا يعني نقول كيلو ونص في افطر مثلا الشهر كله 30 يوما في كيلو ونصف، كيلو ونصف ممكن نقول 3 باوند يعني بالباوند 3 باوند فمستعمل هنا في أمريكا، يعني ممكن نقول مثلا 30 تعمل إيه 90 باوند، يعني فيعطي مثلا المساكين 90 باوند من مثلا الأرز أو الدقيق أو يشكل مثلا يشوى بعضها دقيق بعضها أرز بعضها تمر بعضها كذا فيعطيهم، فهذا عن الشهر. ويمكن أن يعطيهم طعاما يعني مطبوخا أرزا ولحما أو خبزا ولحما أو دجاجا أو كذا، فيعطيهم طعاما يعني وجبة عن كل يوم، يمكن أن يطعم وجبة عن كل، ويمكن أن يخرج يعني قيمة نصف الصاع، يعني قيمة نصف الصاع
ويمكن تقديرها بحوالي 5 دولارات، يعني هنا قيمة نصف الصاع حوالي 5 دولارات. فالصواب أيضا أنه يجوز إخراج القيمة، فيمكن يعني أن يقدر مثلا 5 دولارات عن اليوم، فيعطي بأسعار أمريكا هنا، يعني لو يعطي 5 دولارات عن كل يوم أفطره. هذا بالنسبة للمريض مرضا لا يرجى شفاؤه. ومثل المريض مرضا لا يرجى شفاؤه أيضا كبير السن الذي يكون بوعيه وإدراكه، يعني قلنا كبير السن الذي يعني فقد ذاكرته وعقله، هذا خلاص سقط عنه الصوم وارتفع عنه التكليف وليس عليه لا صوم ولا إطعام. أما كبير السن الذي يعني يكون بوعيه وإدراكه ولكن ضعف بدنه وصار يعجز عن الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا أيضا. مما يدخل في شرط القدرة مسألة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، فإذا كان الصوم يعني يضر بهما أو بولدهما، إذا ويجب عليهما القضاء، يعني إذا أفطرت بسبب الحيض أو أفطرت بسبب النفاس فيجب عليها أن تقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض أو بسبب النفاس. وإذا طهرت من الحيض قبل الفجر وجب عليها أن تصوم له، إذا طهرت قبل الفجر بلحظة وجب عليها أن يكمل الصوم وتصوم حتى لو اغتسلت بعد دخول الفجر، يعني قطع الدم عنها قبل الفجر وجب عليها الصوم حتى لو اغتسلت بعد الأذان. وإذا كانت صائمة مثلا طيلة اليوم وبعدين نزل عليها دم الحيض قبل المغرب ولو بلحظات فقد فسد صوم ذلك اليوم ووجب عليها تقضيه، لكن أجرها إن شاء الله لن يضيع، يعني جاءت الأجر والثواب يعمل بالنسبة لزواج خيرا يا رب، فهي عمل الخير إن شاء الله، يعني تجد أجر وثواب. لكن من جهة يعني إسقاط القضاء فإنه يعني لا يسقط عن القضاء، يجب علينا أن تقضي يوما ما كان عند اليوم إذا نزل عليها دم الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة. إذا شروط وجوب الصوم 6، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من الحيض والنفاس، فمن توفرت في هذه الشروط وجب عليه أن يصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان صغيرة من الأصبع إلى عشان يعجنه، ولم يأخذ كمية كبيرة.
ياخذ كميات كبيره. كميات كبيره يعني. اذا فيها يعني اذا كان كميات كبيره من الدم يعني تؤخذ منه زي تضرر بالدم مثلا وما اشبه ذلك، فالاحوط يعني انه يقضي هذا اليوم، يعني الاحوط انه يقضي هذا اليوم، هذا يشبه الحجامه. لكن يعني على راي الجمهور، الجمهور لا يرون ان الحجامه تفطر، لان اولا يقاس عليها لا يفطر، يعني إذا شاء أن يأخذ برأي الجمهور يعني ويعتبر أن صومه صحيح ويعتبر عليه لا حرج، يعني هذا الإفطار في الأول يعني يكون أحسن، يعني هذا إذا كان كميات كبيرة زي الطلبة وكذا، أما إذا كان يعني عينات صغيرة كذا يعني يأخذ أسبوع مثل وضع تحليل عليها هذا لا يفطر أبدا. الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة أيضا إذا لم تكن مكرهة، التي كانت مكرهة يعني أجبرها على ذلك بغير مكرهة لا ليس عليها كفارة، لكن إذا كانت هي متطوعة أو مختارة يطلع عليها أيضا. إذا كان يعني بغير اختيارها ما عليهاش كفارة، إذا كانت متطوعة أو مختارة يطلع عليها كفارة. الأخ يسأل يقول أنه يسوق الشاحنة ويسافر كثيرا، هل عليه أن يكون مسافرا؟ هل عليه الصوم؟ الصوم المسافر سائق الشاحنة ونحوه يعتبر مسافرا، حتى لو كان هذا يعني وقد يعفى عنه يسافر يعني دائما يعتبر مسافرا، يباح له أن يفطر ويقضي بعد ذلك إن شاء الله، يعني خاصة إذا كان مثلا يعني يرجع يوم رمضان مثلا في ايام صيف ورمضان ايام تكون طويله ويشق على الصيام، فمعه رخصه انه يفطر ويقضي مثلا يعني يقضي في فصل الشتاء يعني في فصل الصوم اسهل عليه او كذا، يباح له ان يفطر ويقضي ان شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا السؤال ان شاء الله.